السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم. أنا أخوكم حارث العوادي من جي اس ام ميديكال ايدوكيشن، واليوم إن شاء الله تكملتنا لموضوع الإندوتوكسين اللي هي حلقة من حلقات المايكروبيولوجي. البارحة أو المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن تفاصيل الإندوتوكسين كلها، من أي مكان يفرز بالجدار وشنو تأثيره على الجسم، وقلنا يفعل ثلاث ميكانيزمات رئيسية، صح؟ يسوي لنا الماكروفيج اكتيفيشن، يسوي لنا الكومبلمنت اكتيفيشن، ويسوي لنا التيشو فاكتور اكتيفيشن. وشرحنا شلون تجينا الحراره، شلون الهايبوتنشن، كل التفاصيل ذكرناها، وتاثيره ايضا على التاكيكارديا، تاثيره على البالبابل بوربورا. واليوم ان شاء الله اكو تفاصيل بسيطه انا لمحت لها وسويت افتراضيات. اذا تتذكرون قلت لكم الخليه هذه بيها كبسول، صح؟ الاندوتوكسين خلي نفترض هي ما تفرز هيجي، ما تفرز بهذه الطريقه، مو بهالاسلوب، بس خلينا نفترض. قلت لكم يطلع التوكسين وعادي منها شنو يرتبط الجدار، صح؟ ويفرزه. هذه النظريه كليا خاطئه، تمام؟ ليش؟ وليش انا ذكرتها بهالاسلوب؟ لو اريد اشرح لك اني كيفية إفراز الإندوتوكسين وشون يأخذها الجسم ويستشعر بها، لازم أميز لك شنو الإكزوتوكسين. فلذلك أنا سويت، أنا بس ذكرت لك الجزء المهم من الـ LPS اللي هو شنو الليبيد أي، صح؟ وما ذكرت لك جزئية الإكزوتوكسين. بعدين ذكرنا موضوع، قلنا من حكينا اندوتوكسين كان اكو اخر شيء بالمختصر، صح؟ الاكس. الاكس هذه ايش قلنا؟ قلت لكم اهملوها، احنا حشينا المكان، صح؟ وايش قلنا؟ قلنا شنو؟ اكستريملي هيت ستيبل. اليوم ان شاء الله، اليوم ان شاء الله راح نوضح هذه المفاهيم مع المقارنة الكاملة بالإكزوتوكسين، لأن الإكزوتوكسين موضوع جدا جدا مهم، واللي ما يعرف الإكزوتوكسين هذه خطورة جدا، لأن معناتها الفائدة الصعبة ما تعرفها أنت. الإندوتوكسين شيء بسيط جدا. خلينا نرجع كويك ريفيو. إيش قلنا؟ قلنا الخلية، هذا الخط الأسود، إحنا دارسين الخلية ونعرف أجزائها، فراح أذكر بس مجرد كسامري. الخط الأسود شيء مثل الكبسول. خلينا نرجع من الداخل، الدي ان اي وبلازميد، صح؟ البلازميد هو شنو؟ السيركل الدي ان اي المسؤول على تبادل السموم. الازرق شنو؟ الانر سيل ميمبرين. الاخضر والمساحه اللي قبله هذا بيري بلازم، والاخضر بيبتيدو جلايكان. الاحمر شنو؟ اوتر سيلر اللي هو ال بي اس، اوتر سيلر ميمبرين، الموجود وين؟ فقط بالنيجاتيف. والاسود كبسول. هنا عندنا السيركل الدي ان اي والدي ان اي العادي، بيبتيدو جلايكان، وراسا كبسول، حماتين اذا وجد طبعا بالحالتين. هذا الخط الازرق شنو؟ هذا الخط الازرق هو ال تي اي ليبو تيكويك اسيد، ذكرناه احنا. الفرق، انتبه لي، خلي انجيك اني. هنا اول جزئيه بالاندوتوكسين، الاندوتوكسين فقط تنفرز من مين؟ من الجرام نيجاتيف بكتيريا. وحتى من شرحنا الفروقات من البدايه ذكرناها بس للجرام نيجاتيف بكتيريا، على مود شنو؟ على مود يصير عندك كلير فيجن، ثبتها براسك. بس هذا ما منعنا انه احنا انه الاكزوتوكسين ايضا تنفرز من بعض الجرام نيجاتيف بكتيريا. هذه النقطه المهمه. لذلك البارحه سويت اني او المحاضره اللي فاتت ذكرتها فرضيه،
ليش؟ لأنه إذا أشرح لك كيفية إفراز السموم لازم أشرح لك الفرضيتين، والفرضية هذه إكزوتوكسين، وراح ندخل بنقاش شلون هذه دا تفرز حالها حال دا تفرز إكزوتوكسين. إحنا مو قايلين فقط إندوتوكسين، فهمنا الفكرة؟ فبعد ما وضح المفهوم كامل، هسه اللي نعرفه تعلمنا الجرام نيجاتيف صح، وعرفنا انه هو يفرز شنو؟ اندوتوكس. هسه شنو الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف، او الجرام بوزيتيف كله وبعض الجرام نيجاتيف يفرز شنو؟ اكزوتوكسين بنفس المفهوم. زين نذكر شلون. احنا ايش قلنا؟ لقينا ال LPA ال LPS عفوا LPS اللي هو الليبيد اي الجزئيه مالته، هذا بالاندوتوكسين. وين؟ بالجرام نيجاتيف، في حاله انه الجرام نيجاتيف تفرز اندوتوكسين اللي هي الحاله الاغلب. طبعا هذا الغلاف شو اسمه؟ احنا ايش قلنا؟ بس لاحظ لي على التسميه، اندوتوكسين تمام واكزوتوكسين. احنا ايش قلنا؟ قلنا اساس فهم كل مصطلح تحليله. خلينا نحلل. اندو داخلي، توكسين سم. هنا المفهوم مو مثل ما يدل. الاندوتوكسين معناته هل انه معناته داخل الخليه؟ لا، هذا معناته انه هذه الخليه مال الجرام نيجاتيف تمام الا تتحلل كليا يلا تفرز التوكس. هذا الجدار مالتها الخارجي اللي هو الاوتر مو تمام، لازم يتحلل يلا يخرج. بينما الاكزوتوكسين it will secrete their toxin into the body. فما شنو الفرق؟ هذا اللي يتحلل الجدار كامل، بينما هذاك يفرزها من داخل الخلية إلى خارج الخلية. زين الفرق شنو؟ تكوين السمية، هذا هو جزئية الجدار كله. الجدار مكون من ليبيد بوليسكرايد تمام، بينما ذاك بوليبيبتايد. احنا ايش قلنا؟ ليبيد، ليبيد هو ليبيد فاتي اسيد او دهون صح؟ بوليساكرايد سلاسل متعدده من الشوجر الكربوهيدرات تمام؟ هنا ايش عندي؟ عندي بولي بيبتايد، سلاسل متعدده من البيبتايد اللي هي سلاسل من الامينو اسيد. هذه السموم بروتينيه، هذه السموم سكريه. السموم البروتينيه اكثر تاثيرا على الجسم تمام؟ عندها ضرر مباشر للجسم. يعني شنو؟ يعني ال LPS تضر الجسم من خلال تحفيز شنو؟ تحفيز الانفلاميشن بروسيس تمام؟ بعد ما تتحلل، والانفلاميشن بروسيس يفرز لنا انترلوكين 1 والانترلوكين 2. انترلوكين 1 يسوي الحراره، انترلوكين 2 يسوي الريكروتمنت لليوكوسايت واللمفوسايت. تومر نكروتيك فاكتور الفا حيسوي لي شنو؟ حيسوي لي هايبوتنشن عن طريق البازو دايليشن الى اخره. هنا يختلف الكلام. هنا اضافه الى كل هذا الكلام والميكانيزمات المختلفه، هذا عنده تاثير مباشر لضرر الخلايا. يعني السم الاكزوتوكسين شو يسوي؟ يقدر مباشرة يأثر على الخلية. يعني واحدة من الضرار، الأضرار اللي يسويها يمنع تكوين البروتين داخل الخلية بالتالي تموت. واحدة من الأضرار اللي يسويها شو يسوي؟ يخلي الخلية تمتص سوائل هواي فبالتالي تنتفخ وتموت. مو صح لو غلط؟ احنا عندنا ميزانية، كل شيء لازم بحدود توازن. لذلك هسه احنا النقطة ذكرناها المهمة هذه، الكلينيكال افكت والميكانيزم صح. هنا عندي تقريبا ست مجموعات للاكزوتوكسين، بينما هنا وحده. هذني كل وحده لها تاثير مختلف
كل مجموعة لها تأثير مختلف، وكل صنف بالمجموعة إلى مجموعة سموم. هنا صعوبة الإكزوتوكسين. هنا قلنا بس مجرد فيفر، شوك، هايبوتنشن، وشنو دي اي سي اللي هو ديسيمينيتد انتراباسكولار كواجوليشن. زين، اكو قضية اريد احكيها ماتين. الادفرس افكت ايش قلنا احنا؟ قلنا البروتين يكون تأثيره اكثر، صح؟ اكثر ضرر من الابو الشوجر. معناته الادفرس افكت، شوف هنا عندي واحد جرام هذا يسوي لي شوك، تمام؟ هنا يحتاج لي هواي. لذلك الادفرس افكت او التاثير السيء لهذه الخلايا او السموم جدا خطر، ويولد لي الشوك بسهوله على عكس الاندوتوكس. منين ينفرز؟ زين، التركيب الكيميائي مالتها منين يخرج؟ شوف هنا لوكيشن اوف ذا جين ان بلازميد، تمام؟ اور بكتيريوفاجز. هذه مو مشكله، يعني بعد التحلل والتكوين. هنا اون كروموسومز، يعني بتركيبه الدي ان اي العاديه. فاحنا من نبدل البلازميد بين الخليتين ممكن تتبدل المعلومات، بس المعلومات المهمه للاندوتوكسين تكون بالكروموسوم مال دي ان اي اكثر مما هي تركيب البلازميد نفسيته. زين، شنو اللي ما ذكرناه منه محاضرة اليوم اللي فات؟ قلنا هناك extremely heat stable، طبعا هي حرارة جسم الإنسان إذا تعول 40 احنا نطب بخطورة عالية جدا، بس هذه الخلايا تتحمل، شوف الاندوتوكسين تتحمل stable at 100 سيليزي for 1 hour، يعني إذا تحط مي وتفوره 59 دقيقة وبي اندوتوكسين، اندوتوكسين ما يموت. اذا فور 60 دقيقه ورا 60 دقيقه يموت. هنا انا ما يتحمل حد 60، تمام؟ شلون استفاد منها؟ انا ما استفاد منها كلينيكالي، بس استفاد منها شلون ادرس البكتيريا، شلون ادرس هذه السموم، وشلون اقدر اتغلب على هذه السموم، صح ولا غلط؟ المهم، زين، اكو قضيه هنا. هنا شو يقول لك؟ يقول لك الاندوتوكسين بورلي انتيجينيك، بورلي انتيجينيك. هنا induces تيتا انتيبوديز، شنو؟ called انتيتوكسين. هذه تعطي انتيجينز، وهنا بورلي يعني موجوده بس قليل. الانديوس تيتر بالاكزوتوكسين هذه معناتها حالها حال الفيروس، يجي معلومات واكو انتيجين جسم يتعرف عليه يحلله، وبالتالي شنو؟ ينادي البقية من الليكوسايت او الليمفوسايت بالخصوص، ويسوي لي الهجوم عليه. اذا ما دام اقدر اسوي انتي توكسين راح اقدر اسوي توكسويد. التوكسويد هو شنو؟ هي المادة اللي احارب بها المرض قبل اللي يصير بيه، تمام؟ يعني اكو همتين، اكو ميموري والجسم يقدر يقاتله. هذا شنو معناته؟ معناته انه هذه الاكزوتوكسين نقدر نسوي لها فاكسين، لقاح، نقدر نلقح اطفالنا باللقاح الطبيعي. اذا تعرفون جدول مال اللقاحات، بي الدفتيريا، صح لو غلط؟ من ضمنها بي التتنس اللي هو جذر جداول، يعني لازم نمر عليه، ما حنذكره بمحاضره لان شيء موسع. فهذا من اهم النقاط. هنا مو شو اسمه ما يقدر يسوي الانتي توكسين، فبالتالي ما نقدر نسوي التوكسويد، وما نقدر نسوي له شنو؟ لقاح. اذا غير قابل للتلقيح. الامثله هنا هذا التيتنس والدفتيريا ذكرناها، وهنا المننجيو كوكسيسيميا سبسيس بالجرام نيجاتيف، مننجيو كوكسيميا. زين، هسه كل شيء تبين عندنا واضح؟ واضح؟ خليني نراجع مراجعة سريعة. جيد، بعد ما فهمنا الكلاسيفيكيشن، الفرق بيناتهم، من تتكون أي خلية تفرز الإكزوتوكسين وأي خلية تفرز الإندوتوكسين، خلينا نسوي كويك ريفيو نرجع.
بالنسبة لتشكيل الخلية العام، لأن احنا هسه راح نذكر بعد المحاضرة هذه الاكزوتوكسين، بعد ما نرجع للخلايا أصلا راح ندخل كله كلينيكال، فهذا ريفيو ضروري. الخلية النيجاتيف والخلية البوزيتيف. الخلية النيجاتيف، انتبه، الخلية هذه بوزيتيف بس ممكن النيجاتيف هم تفرز نفس السم، مو معناتها انه اللي بهذه الجهه هيك خليتها، ولا معناتها الجرام نيجاتيف اللي تفرز اكزوتوكسين هيك جدارها، ولكن ممكن عندها القابليه. اكو خلايا يصير عندها ادابتيشن، وخلايا ما ينفهم اصلا تركيب جدارها، فلذلك احنا من حسبناها نيجاتيف فهي 100% عندها جدار خارجي، لانه احنا جدار خارجي او الضعف مال البيبتيدوغلايكان شو يمثل لنا؟ يمثل لنا الصبغه مال جرام ستين، مو صحيح؟ فلذلك تصنفت نيجاتيف، فهذا يدل على انه تركيبها ما تغير، بس انه هي تقدر تفرز الاكزوتوكسين. شلون؟ الميكانيزم غير واضح، مو مهم صراحه، انت اهم شيء تفهم اياهن وليش وشلون كتأثير، يعني طبعا انا بدي اتناقض بالكلام. نرجع، الخليه هذه كبسول انوجد بالاثنين، الاولى من الداخل موجود بلازمت وموجود دي ان اي. نرجع الاوتر ميمبرين، الانر ميم، العفو الانر ميمبرين، سيل ميمبرين اللي هو الفوسفو باي لاير، فوسفوليبيد باي لاير، من الداخل موجود بالجهتين، وراها بالنيجاتيف موجود بير بلازم كبير، بالبوزيتيف قليل يكاد ينعدم، وبعد البيريبلازم موجود هنا البيبتيدوغلايكان ثين لاير كلش ضعيف بحيث بسرعه يتكسر بالكحول، هنا موجود بصوره سميك، هنا موجود اوتر ميمبرين الليبيد بوليساكرايد اللي هو الدهون زائد سلاسل الشوجر، هذا اللي يحتوي ويفرز لنا السموم، بس ما يفرز افراز تمام الا تجي الفاجوسايت تحلله، بعدها راح شنو؟ راح ينفرز السم، لانه هو السم جزء من الجدار بالليبيد، مركب الليبيد اي تمام، بالاغلب طبعا اكو جزيئات صغيره بس هذه اهم مركب يتعرف على الجسم. نجي هنا ما موجود عندنا جدار خارجي تمام اللي هو الاوتر ميمبرين، بس عندنا شنو؟ الليبو تكويك اسيد اللي هو مجرد مثل الجيت الى الخارج، من داخل عمق الخليه من السيتوبلازم الى خارج الجدار، هو هذا اللي يفرز لنا الاكزوتوكسين، فبالتالي اكزوتوكسين لانه هي تنفرز الى الخارج، هذه اندوتوكسين مو لانه هي شو اسمه، ولكن لانه الجدار يعتبر من جزء من الخليه والسم في الجدار، فالا تحلل الخليه يلا نقدر نتعرف عليه، لذلك سميه اندوتوكسين، فبداخل الخليه، ولكن هو اذا تجي ليترلي هو مو بداخل الخليه، هو بالجدار الخارجي للخليه. انتهينا من هاي الجزئيه. هنا قلنا اول شيء الاكزوتوكسين بلس ونيجاتيف، يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هنا عندنا خلايا، هذا الكلام مهم، عندنا خلايا جرام نيجاتيف تفرز اكزوتوكسين، بينما هنا فقط اكزوتوكسين. نرجع، هذه السكريتد فروم ذا سيل ذكرناها، من الداخل الى الخارج عن طريق ال LTA، هذه ما تنفرز، تظل الا تتحلل الخليه. التكوين مال السموم بولي بيبتايد سلاسل بروتينيه، بينما هنا ليبوبوليساكرايد اللي هي دهنيه، او بالاحرى بوليساكرايد ليبيد واحد، بوليساكرايد كربوهيدراتيه وجزيئات ليبيد. هنا عندنا اللوكيشن مالتها موجود بالبلازمت وموجود بال بكتيريوفيج، هنا فقط بالكروموسومز. الادفرس افكت مال الاكزوتوكسين قلنا البروتين وقع اكثر، بالمناسبه كل النواقل، كل الانزيمات، كل الجيتات اللي بجسم الانسان وبالمركبات البقيه بروتين، الانزيم بروتين، الجيت بروتين، جسم الانسان تقريبا 3/4 غير قضيه المي كمكون تقريبا كله بروتين، فهذا اي شيء نذكره احنا سلاسل تحويل انزيم قضيه، هذا هو عباره عن كله بروتين متخصص تمام،
بروتين صاحب وظيفة معينة، لذلك الأسماء تختلف. الأدفرس إفكت قلنا عالي، بحيث تخيل 1 جرام أو 1 جرام بالإنترناشونال يونت يكون يسبب لنا شوك، بينما هنا لو يحتاج لنا كمية كبيرة. لو هيت ستيبل، ما يتحمل الحرارة، لذلك ما يتحمل ظروف معينة على مود يعيش. وعلى أيضا يفيدنا هذا خلال الاختبارات التحليلية باللاب. هنا عندنا هيت ستيبل يوصل لل 100 سيليزي. نرجع كلينيكال افكت، قلنا ماني ويز 6 مجاميع راح نذكرها بعد الحلقه هذه بالجزء الجاي. 6 مجاميع كل مجموعه لها مجموعه من البكتيريا، وكل بكتيريا لها سموم معين. هنا أنا قضيه واحده، اندوتوكسين يفرز لنا شنو؟ يسوي لنا اكتيفيشن لثلاث شغلات بس اساسيا. شلون ياثر على الجسم؟ عن طريق الانترلوكين 1 وانترلوكين 6 وعن طريق التومر نيكروتيك فاكتور الفا والنيتريك اوكسايد. هذه العمليه مال انفلاميشن العامه، هنا يكون ضرر على الجسم. بعد احنا قلنا الكومبلمنت سيستم لما تتاكتف، وايضا السي 3 اي والسي 5 اي. بعدين تجي التيشو فاكتور اللي هي اخر مرحله اللي يصير بها الدي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجلوباثي وبس. اما هنا اكو قضايا هواي، كل توكسين له وظيفه معينه. نيجي ايضا هنا انديوسز هاي تيتر اوف انتي بوديز، يعني شنو؟ يعني خلي الجسم يصير عنده انتي بودي يفرز على مضاد اله، اذا بالتالي عندنا انتي توكسين. نفس هنا ما موجود طبعا بورلي، اذا هنا من يصير عندي انتي بودي معناته الميموري سيل راح تشتغل وكل الخلايا حتكون قادر على تكوين الانتي توكسين. ما دام احنا نقدر نسوي انتي توكسين، اذا نقدر نسوي توكسويد. التوكسويد هو شنو؟ هو الفاكسين اللي هو اللقاح. هنا طبعا للاسف ما نقدر. امثله تيتانوس ودفثريا اللي هو القزاز بالعراق يصيحوه، وهنا مننجيو كوكسيميا. مننجيو كوكسيميا اللي هي من يصير مننجيتيس داخل الدم راح يصير عندنا سبسس ويؤدينا ايضا الى الشوك eventually، بس طبعا بدوس عالي. بس لهنا انتهينا. الحلقه الجايه راح نتكلم عن الاكزوتوكسين، حتكون تقريبا 3 حلقات ان شاء الله، وبعد نكون خلصنا من البيسك ماكرو بايولوجي كليا، وراح نطب للعالم مال الكلينيك لحد ما نوصل للفيرولوجي. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نراكم في حلقة قادمة في رعاية الله وحفظه.